نستعرض ذنوبه ذكرى وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وفطارها والأرض والبر والبحر لك الحمد حمدا أنت وفاقتنا له وعلمتنا من حمدك النظم والنثر لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى لك الحمد كم قلبتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرى لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن زلة ألبستنا معها سترا الحمد لله ولي المتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه وصايا للحجاج من برنامجنا الحج شعائر ومشاعر. قال ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: الرفث هو الجماع أو مقدمات أو ما يتعلق به، والفسوق هي المعاصي بجميع أنواعها، والجدال هو المراء اللدد في الخصومة. من نوى الحج فليجعل زاده تقوى الله. زادنا في السفر حسن الخلق، طيب المعشر، طهارة القلب، حفظ اللسان، صيانة الجوارح من المعاصي، عن اللغو وعن الغيبة والنميمة. الواجب على الحجاج وهم ضيوف سيفدون على الله في بيته أن يتركوا الجدال والخصام. لا وقت للخصومة، نريد أن نري الله من أنفسنا خيرا لأننا نطلب المغفرة. فالذي سيفد على الله ضيفا في بيته عليه أن يظهر أفضل ما عنده ليقبل. نحن لماذا نسافر؟ لماذا نعطي هذه النفقات؟ لماذا نغادر الأهل والوطن؟ نحن نريد من الله القبول. فالذي يريد القبول يظهر أفضل ما عنده لتصبح هذه أخلاقه، وتلك هي عادته التي سيعيش بها إن شاء الله عند عودته من الحج. الذي نوى هذه الفريضة فلا يتكلم في كلام الشهوة، لا يحرك شهوة، ويترك المعصية ويكف عن المعصية ليعيش أياما طاهرة بغير مخالفة ولا يجادل مع أحد، فإن الجدل يورث الضغينة، يوغر الصدور. ونحن نريد قلوبا صافية طاهرة طيبة. تجاوز عمن أساء إليك، اعفو عنه، اعفو عنه لا عن ضعف ولا عن ذل. أنت تستطيع أن ترد الإساءة بالإساءة، ولكنك تعفو عن قوة، تعفو عن قدرة ابتغاء وجه الله لتري الله من نفسك خيرا ليباهي بك ملائكته. هذه وصايا نحن نتقدم بها لمن سيقبلون على الحج إلى بيت الله الحرام. هذه وصايا للحجاج حتى تكون هناك الألفة والرحمة. إذا رحم بعضنا على بعض رحمنا الله، وإذا عفى بعضنا عن بعض عفى الله عنا. والله يحب من عباده الرحماء، والله يحب الرفق في الأمر كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خرج طاهرا نقيا. لماذا خرج طاهرا نقيا؟ لأن الله تعالى قبله، محى ذنوبه الماضية
كم في الصحائف من خطايا أحصاها من لا ينساها. معنا كرام كاتبون يعلم ما نفعل، يسطرون كل صغيرة وكبيرة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. النظرة مسجلة والكلمة مسطرة، ما نتك حتى همزة العين، الهمزة واللمزة، كل ذلك مسطر مكتوب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحج موسم للتطهير، نحن نتطهر ونغتسل بهذه الأنوار التي يفيضها الله تعالى على الحجاج، فلا يبقى فيهم دنس، تصبح صحيفتهم بيضاء طاهرة نقية. ولكن هذه الوصايا ليعظم أجر الحج، فنرجع من حجنا بمغفرة من الله ورضوان، ونحظى بأعلى الدرجات. لأن على فكرة كل الحجاج يحجون، لكن هل أجورهم مستوية؟ كالمصلين كلهم يصلون، هل أجورهم مستوية؟ نعم، قد أدوا الفريضة وبرئت الذمة، ولكن علو الدرجات والمنازل في الفريضة الواحدة يختلف من واحد لآخر. كلنا نحج ولكن أجورنا ليست مستوية. الهين، اللين، البكاء، الخاشع، رقيق القلب، المتهجد، الذي لا يأكل لحم أخيه، الذي لا يسمع اللغو والباطل، ولا يضيع وقته في نوم وغفلة وطعام وشراب وبيع وشراء، يغتنم هذه الفرصة حينما تهب أنسام القبول في مواسم الرحمة. هذا هو الفائز، وهذا هو البصير العاقل، هذا هو التاجر الذي يعرف كيف يتاجر مع ربه تجارة لن تبور. هذه تجارة رائجة ورابحة. لماذا؟ لأننا نتاجر مع الكريم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أول ما نوصي به الحجاج والمعتمرين أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفقد نيتك قبل أن تتحرك، لا يكن همك فقط إسقاط الفريضة، أو أن يقال عن فلان الحاج فلان. لا يكن الغرض من الحج حب الثناء والفخر والمدح، وأن أقول بين الناس في المجالس والمجامع كل عام أنا في الحج، لقد حججت 30 مرة. لا، أنا أصحح النية، هذا ابتغاء وجه الله. طب كيف أحج؟ على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أن قلنا للوصية الثانية، علينا أن نتعلم مناسك الحج قبل أن نذهب إلى الحج. نجلس بين يدي العلماء ونسألهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم نحرص أيضا على أن تكون كل أعمالنا الصالحة محوطة بحسن الخلق، ونهيئ أنفسنا قبل الحج، نرضي الخصوم ونسد الديون، ونصطلح على عباد الله، نهيئ أنفسنا بتوبة نصوح ونفقة حلال. لا تتحرك بنفقة مشبوهة، المال النجس لا يقبله الله، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلينا أن نتخير الرفق الصالح في الطريق، الصديق والرفيق قبل الطريق. كم من الوصايا نحتاج إليها قبل أن نحج؟ إن شاء الله سنكملها بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. ولا شكرا.